أثمرت جهود رئيس تحالف المحور الوطني الشيخ خميس الخنجر في الإفراج عن معتقلين من أهالي عملية الصمود بعد 4 سنوات قضوها في السجون. وشهدت الناحية استقبالا مهيبا للشيخ خميس الخنجر من قبل أهالي عملية الصمود الذين ثمنوا جهوده في دعم أبناء الأنبار خاصة والعراقيين عامة، فيما تفقد الخنجر المدينة واستمع للأهالي وتعهد بتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم. أتشرف اليوم بوجودي بين أهلي وعشيرتي وأعمامي، وسعيد جدا أن أشارك أهلنا في عملية الصمود بفرحة تبرئة أبنائهم بعد هذه المحنة التي مروا بها. أنا سعيد بوجودي بيناتكم، وأنا خادمكم وأخوكم، أي واحد عنده مشكلة بيتي مفتوح وعمامي موجودين وأنا حاضر، وإن شاء الله ما نقصر في قادم الأيام.